يوم السبت، بدأ فريق إماراتي عملية فصل اتصالات عدن عن صنعاء، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الجنوبية التي نقلتها عن مصادر في شركة عدن الحكومية. يذكر أن هذا الفريق التقني ينتمي لشركة آن أوكس الإماراتية، وقد وصل إلى المدينة ويستعد لبدء عملية فصل نهائية لاتصالات عدن عن صنعاء. وأفادت المصادر أيضاً بأن الفريق لديه خطة لربط اتصالات عدن مباشرة بالإمارات. ويشير الكشف الذي قدمته تلك المصادر إلى أن الفريق سيعمل في الوقت الحالي كمتعاقد مع عدن نت، وهي الشركة التي تم بيعها للإمارات بناءً على قرار حكومة التحالف. يعتبر وضع الفريق حالياً مؤقتاً حتى يتم استكمال عملية الاستحواذ على قطاع الاتصالات. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.